صباح الخير يا بنات، حبيت النهاردة اعمل لكم فيديو عن روتيني الصباحي البسيط الهادي. اول حاجة انا من الاشخاص اللي بحب اصحى بدري جدا حتى قبل ما جوزي يصحى، عشان بحس ان فترة الصباح دي اهم فترة في مدار اليوم، وبناء عليها بيتحدد مسار يومي. اول ما بصحى طبعا بحب كده احضر لنفسي حاجات دافية اشربها او اعمل كوفي كده لذيذ، بس في الغالب بحب اشرب في الاول من اليوم مية دافية بلمون. اللي متابعني من زمان عارف ان انا وجوزي بنسافر على مدار السنة، قررنا ان احنا طبعا نبيع كل حاجتنا ونقضي الكام سنة الجايين نسافر في كل حتة عايزين نروح. انا من الاشخاص اللي بحب البراد ده جدا، بيعمل ازعاج شوية بس بحسه كده فينتج ولذيذ. طبعا حيرة كل يوم الصبح اختار اي مج. طبعا احنا قاعدين في بيت مش بيتنا، احنا قاعدين ضيوف في البيت، الحاجات دي كلها مش بتاعتنا، فاختار ايه المج اللذيذ اللي عليه قلوب كتيرة جدا. انا من الاشخاص اللي بحب اهتم بالديتيلز جدا، خاصة في الصبح كده بحب ادلع نفسي واتأمل كل حاجة وجمالها، اشم ريحة القهوة، اختار المج اللي انا بحبه، استمتع بصوت المياه وهي بتغلي في البراد. فدايما خلوا فترة الصباح دي هي الفترة الخاصة بيكم اللي بتقعدوا فيها مع نفسكم، تقعدوا تعملوا ريفليكشن للأفكار بتاعتكم، تكتبوا كل اللي انتوا حاسينه، تقعدوا مع نفسكم وتفكروا انتوا عايزين تمشوا اليوم ازاي. فطبعا دايما خلوا الأفكار الإيجابية هي اللي في عقلكم دايما، أو دايما الحاجات اللي بتفكروا فيها. طبعا ده تذكرة ليكم دلوقتي ان انتوا تقوموا وتشربوا مية، لان طبعا الجسم بعد 8 ساعات نوم بيبقى في ديهيدريشن جفاف، فاول ما بتصحي من النوم يفضل تشربي من كوبايتين او 3 كوبايات على قد ما تقدري مية. فدلوقتي قومي اشربي مية لو انتي ما شربتيش بقالك اكتر من ساعة. وده وقتي المفضل في الصباح، اني اجيب كشكول، عامله كشكول كده خاص عشان اكتب فيه الافكار ومشاعري واحاسيسي، وايه الحاجات اللي انا شاكره ربنا عليها، وايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده في يومي، وايه الحاجات اللي انا عايزه اغيرها. فدايما تحطوا انتنشن او نوايا لكل يوم في بدايه اليوم، دي حلوه جدا، هتساعدكم ان انتوا تزودوا الانتاجيه بتاعتكم، وان انتوا تكونوا دايما طول اليوم مبسوطين او حاسين بالانجاز. طبعا لازم تبدأي كلامك بان انا مبسوطة وان انا شاكرة وان انا يعني ربنا بيديني كل حاجة انا بتمناها، وانا مبسوطة ان كل حاجة بتمناها بتحصل لي. فدايما خلي عندكم الافكار الايجابية سابقة كل حاجة، ودايما حسوا ان كل حاجة حلوة بتحصل لكم في الحياة، وهتلاقوا ان فعلا الحاجات الحلوة دي كلها بتحصل لكم في الحياة. فدايما خلوا الافكار الايجابيه هي اللي دايما في دماغكم وملازماكم. ده وقت تمارين التنفس بالنسبه لي، وبعملها على موسيقى مديتيشن. انا لغايه دلوقتي بعاني يا جماعه من التركيز، يعني تمارين التنفس والمديتيشن من الحاجات الصعبه جدا اللي حسيتها لما بدات اتعلم يوجا. طبعا كلنا بنسرح ودماغنا بتروح في حتت كتير، وقت ما بنصلي، وقت ما بنقعد كده مع نفسنا. فلغاية دلوقتي بحاول ان انا يعني المديتيشن اللي انت تقعدي يعني مع نفسك كده تفكري من غير ما تفكري. معلش بقى اعذروني على وشي الصباحي، انا دايما ببقى صاحية كده وشي بيبقى مكلدر شوية، بس انا من جوايا مبسوطة. خلصت القهوة بتاعتي، طبعا قبل القهوة ده ببقى شاربة كوباية مية دافية بلمون. هبتدي بقى كده ايه شوية فريش كده، والبس حاجة عشان اخد الكلاب امشيها شوية، وكمان امشي نفسي، لان زي ما قلنا بعد 8 ساعات نوم جسمك بيحتاج حركة وبيحتاج مية كتير. فاحنا شربنا المية، خدنا المية اللي احنا محتاجينها، فيلا بينا نطلع نتمشى ونحرك جسمنا شوية، لان جسمنا يستهل كل حاجة حلوة مننا. جسمنا هو الآلة اللي يعني بنعيش فيها طول حياتنا، فلازم نهتم بجسمنا، لازم نديله كل حاجة حلوة هو محتاجها، نتعامل مع روحنا بشكل حلو، نتعامل مع نفسنا بشكل إيجابي، ونهتم بصحتنا، لأن دي من الحاجات اللي بعتبرها استثمار قوي جدا. زي ما الناس كده بتقعد تفكر ازاي تستثمر فلوسها، دايما فكروا ازاي تستثمروا بصحتكم من سن صغير،
لان الانسان بيبدا يشيخ او يكبر في السن من بدايه العشرينات، انتوا متخيلين بدري قوي. فبما ان انا في فتره الثلاثينات فبحب استثمر في صحتي، وطبعا ايه استثمار في الوقت كمان ده مهم جدا، بس هنبقى نتكلم عن الموضوع ده. فطلع اتمشى. طبعا التمشيه يا جماعه من الحاجات اللي يعني جميله جدا، اولا بتخلص الجسم من اي شحنه سالبه. لو انت حاسه ان انت متضايقه او مضغوطه انصحك ان انت تنزلي تتمشي. ايه حطي الهيدفونز، انزلي تمشي في اقرب مكان جنب بيتك، فيه خضار، فيه بحر، ما فيهوش ناس، اهم حاجه ما فيهوش زحمه، ما فيهوش عربيات ولا في كلاكسات ولا في عوادم سيارات. روحي اقرب مكان بسيط هادي، استمتعي بالديتيلز، استمتعي بالورده اللي طالعه ما بين صخرتين، قولي واو شفت الورده اللي طالعه ما بين الصخور ده يا جماعه. لاري ده الجناني بتاع الفيلا او البيت اللي انا قاعده فيه، مش بيشحن نفسه زي الموبايل كده ويطلع ايه مع نفسه كده، يقعد اسمه ايه يقص الشجر او يحرت العشب، ما اعرفش بيسموه، بس جميل جدا من الحاجات اللذيذة يعني، ما بيشتكيش وما بياخدش اجره كتير، يا دوبك بس شويه كهرباء. حبيت بس اهزر معاكم دلوقتي. ايه معاد التمشيه بتاعتي؟ طبعا يعني انا اقول ان انا فعلا محظوظه ان انا بدات احقق احلامي. انا كل الحاجات دي كنت بتمناها من وانا صغيره، والحمد لله بدات احقق احلامي. وتحقيق الاحلام ما بيجيش بالحظ، بيجي بالشغل، بيجي بالتفكير، يبقى عندك خطه وبتمشي عليها، وبيحتاج جهد كتير جدا عشان توصلي لحلمك وتحققي احلامك. بس انا جايه من نهايه المطاف وجايه اقول لكم ان يستاهل التعب والجهد عشان توصلي وتحققي الحلم اللي انت بتتمنيه. طبعا طول ما انا ماشيه بحب استمتع بكل حاجه حواليا، زي ما قلت لكم انا محظوظه ان انا موجوده في مكان فيه كميه الخضار والطبيعه الجميله دي في اسكتلندا. فبقعد اتامل السحاب، بتامل الشجر، بتامل الجذع بتاع الشجر، الورده اللي طالعه ما بين الاوراق، بتامل الالوان المختلفه اللي حواليا، كل حاجه بحس حتى شويه الهواء النظيف انا يعني ببقى ممنونه ليه. بحب دايما كده يعني اشكر ربنا على كل الحاجات اللي انا فيها، والجمال والطبيعه والجمال الرباني اللي حوالينا. الطبيعه يا جماعه محتاجين نرجع لها من وقت للتاني. فانت لو عايشه وسط المدينه انصحك من فتره للتانيه تفصلي نفسك عن حياه المدينه والزحمه والشغل وكلاكسات العربيات، وتروحي تنفصلي في حته فيها طبيعه وتتاملي جمال الطبيعه، ونبدا نعيش ونحس بالطبيعه، لان احنا جينا من التراب فبنرجع للتراب. فحلو ان انت من فتره للتانيه كده تشحني جسمك بطاقه ايجابيه من وسط الطبيعة. كمية الخضار اللي حواليا دي كانت يعني شحنتني، حتى لو جوايا طاقة سلبية. سبحان الله يعني المشي على الأرض والنجيلة والخضار تحس ان الطينة دي بتسحب الطاقة السلبية من جسمكو وتشحن جسمكو بطاقة إيجابية. انا بعد كل تمشية بحس بإحساس حلو جدا، خاصة في الصبح لان مبيبقاش في حد حواليا، مبيبقاش في دوشة، الجو بيكون بارد، فانا بحب البرودة شوية، النسمة خفيفة بستمتع بيها. طبعا من يعني انتي لو عندك حاجة عايزة تحققيها دايما بنصح ان انتي تصحي بدري، لان لما بتصحي بدري بتنجزي حاجات كتير جدا على مدار اليوم. كمان المشي من يعني اعظم الافكار بتجيلك وقت ما انتي بتتمشي. انتي محتاجة فكرة عشان تبقي انسانة ناجحة، بس لازم تؤمني بالفكرة دي وتشتغل عليها كتير جدا وتحط لها خطة وتبدأي في تنفيذها، وهتوصلي اكيد لتحقيق الحلم بتاعك. شايفين جمال الغابة يا جماعة؟ يعني جميل جدا. طبعا الكلاب هنا محظوظة جدا ان هم عايشين ومش فاهمين اي حاجة. انا كنت هنا بتفرج على الويند ميل اللي هي اسمها ايه طاحونات الهواء، بالنسبة لي ما شفتهاش قبل كده فهي بعيدة جدا. دايما بحب اتفرج فرق الالوان ما بين الجراس العشب هنا وهناك، والشكل الاشجار كمان مختلف، فبقعد اتامل كل شجره. في حاجه كمان جدا حلوه اتعلمتها، ان فتره الصباح هي الفتره اللي بيحصل فيها كرييشن، بتخلق خلق، يعني بتبقي انسانه مبدعه. فتره الظهر دي فتره
الشغل العمل جسمك بيبقى في حاله الاكتيفيتي بتاعت الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتك بتبقى عاليه. فتره بالليل هي فتره الاسترخاء، فدايما قسمي يومك على 3 اجزاء. اول ما بتصحي الصبح هي فتره الكرييشن، ان انت تبقي انسانه مبدعه خلوقه بتعملي حاجات حلوه، وفتره الظهر دي فتره ان انت تشتغلي وتبذلي جهد، وفتره بالليل الاسترخاء. ده اجمل وقت بالنسبه لي يا جماعه، لما بروح اجمع البيض من عند الفراخ، بس طبعا الفراخ متحوطه سلك كهرباء عشان طبعا في حيوانات بريه ممكن تيجي بتاكل الفراخ، بس هو مش بيموت، بس هو بيعمل شوك. انا خدت 3 مرات شوك منه، فلازم اشيل افصل الكهرباء عن السلك عشان اقدر ادخل الفراخ. وكل يوم بيبقى عندي سربرايز، اكتشف النهارده الفراخ ادتني او هدتني كام بيضه. في الغالب الفراخ بتبقى الوقت ده كان وقتها الساعه 6:30 او 7، الفراخ في الغالب يعني بيبيضوا على الساعه 5 المغرب، فما كانش في بيض في الوقت ده، كان بدري، وخاصه ان انا قبلها بيوم كنت جمعت البيض فعلا. الفراخ كل يوم بتديني بيض تقريبا من 4 ل7 بيضات في اليوم، هم 10 فرخات جمال جدا. فانا كنت بحب جدا الفقره دي من اليوم، ان اروح واشوف في كام بيضه في البيت بتاعهم. وطبعا بحب اكلهم جدا، لان زي ما هم يعني بيشكروني ويدوني البيض بتاعهم، انا بحب اكلهم وادلعهم ومهتم بيهم. صراحه كنت بديلهم يعني اكل اكتر ما يستحق، يعني اكتر ما هو المطلوب، بس كنت بحب يعني كنت مبسوطه، عشان بصراحه البيض بتاعهم طعمه خطير. ف يعني اختلاف، انا حسيت بفرق جدا في طعم البيض ما بين مصر واسكتلندا. فلو عشت في اسكتلندا اكيد هيكون عندي فراخ في البيت عشان يدوني بيض كل يوم. طبعا هنرجع تاني نحط الكهرباء عشان ما يخشش اي فوكس او الكلاب تدخل تاكل الفراخ. وكمان الفراخ فريندلي جدا، يعني هما طبعا ما تعرضوش لاي اذى قبل كده وعايشين حياه في الرفاهيه، فلما بدخل لهم هم عارفين ان انا داخله اكلهم، فبيبقوا مبسوطين وبيبقوا جايين قريبين مني ومش بيخافوا، مش بيطيروا بعيد عني. ده البيت اللي انا ساكنه فيه، بيت جميل جدا كبير جدا، وفي مركب، في بيت ازهار على اليمين. فطبعا الجمال الرباني ده يعني الواحد ما بيشبعش منه، كنت مبسوطه جدا. دلوقتي خلاص هندخل البيت، فطبعا الكلاب مبسوطين جدا، وقت الاكل بتاعهم، يلا بينا عشان ناكل. فطبعا هاكلهم، هما 3 كلاب كوكر، 3 يعني لزاز جدا، و3 اشخاص شخصيات مختلفة عن بعض، فده وقت تأكيل الكلاب. كل كلب من الكلاب ليه شخصية مختلفة وليه اسلوب اكل وليه تغذية مختلفة، فببقى دايما ببقى حريصة ان كل واحد ياخد الحاجة المناسبة لي، لان طبعا دي مسؤولية وانا بحب ابقى اكون قد المسؤولية، وكمان بستمتع بيها، لان كمان انا من الاشخاص اللي بحب الكلاب جدا. انا ما عنديش كلاب خاص بيا، بس بحب ان انا اخد بالي من كلاب، ويكون البيت اللي انا قاعدة فيه يكون فيه كلاب ادلعهم. وبتحسوا كده كده احساس حلو جدا لما بيكون فيه كلب في البيت، يعني كأنه بيبي ما بيكبرش، احساس حلو. طبعا الكلب التالت بلوتو ممنوع ان هو ياكل مع الكلبين التانيين، بيضربوه فبيقعدوا يتخانقوا على الاكل. وخلاص خلصنا تمشيه، وده معادي اليوجا بتاعتي. انا كل يوم بعمل لا يقل عن يعني من 45 دقيقه، ممكن ساعه ونص، ممكن اقعد 2:30 العب يوجا. فانا بس كده حطيت لكم حاجه بسيطه. بعد كده هبتدي اعمل مش الفطار الاساسي، انا بعمل زي حاجه كده خفيفه زي سموزي بول، بتبقى مليانه بالسوبر فود، فيها الكاكاو نبس، بتبقى فيها اسبريلينا، بيبقى فيها اوتس، بيبقى فيها جرانولا، جوجي بيريز، بحط بيريز كل انواع البيريز، بحط بينات باتر، بحط هاني ديتس، اي حاجه بحس ان هي سوبر فود بقوم حطاها في البول دي واشربها او اكلها سوري الصبح مع القهوه الصباحي بتاعتي. طبعا ما تنسوش زي ما اتفقنا نستمتع بالديتيلز، وانا من الاشخاص اللي بحب ريحه القهوه جدا الصبح، انا بحب القهوه بتاعتي تكون بلاك،
فبحب ريحه القهوه بتبقى مفحفحه طول في جميع انحاء البيت. هقعد استمتع بالقهوه بتاعتي واكل السموزي بول بتاعتي الصغننه، وساعات كمان بيبقى عندي دارك شوكليت مع القهوة برضو، دي بتبقى حاجة حلوة جدا. انا من الاشخاص اللي بحب الدارك شوكولات اللي هي بتبقى من 70-90% كاكاو، لان طبعا بتبقى غنية بالانتي اوكسيدنت مضادات الاكسدة اللي بتحمي جسمنا من الحاجات الوحشة زي السرطانات، والاكسدة بتاعت الجسم هي الحاجات طبعا اللي بتأدي للشيخوخة وبتعمل امراض في الجسم. فطبعا حلو جدا ان احنا نعبي جسمنا بحاجات زي السوبر فود زي الكاكاو نيبس او الدارك شوكليت او الاسبريولينا او الماتشا، او انتوا اكتبوا لي ايه هي السوبر فود بتاعكم ان انتوا دايما بتحبوا تدفوه على مدار اليوم. انا طبعا بعبي اليوم بتاعي سوبر فود سواء بروكلي افوكادو ناتس بولنبي، يعني بحاول افتكر لكم ايه اللي بحطه لان في حاجات بتتشال وفي حاجات بتتحط فما بتبقاش ثابته على حسب كمان المتاح معايا او في البلد اللي انا فيها. طبعا روي النباتات من الحاجات برضو اللي تعتبر مديتيشن، تامل حلو جدا ان يعني يكون عندك نبته صغننه وتشوفيها وهي بتكبر. وكمان انا بحب كمان وجود النباتات جوه البيت، بتدي كده احاء جميل وروح حلوة. فانتي حتى كمان لو انتي عايشة في وسط المدينة وفي زحمة ومش قدامك خضار كتير، حاولي تعبي اوضتك بالنباتات الصغيرة. اي نعم هي مسؤولية كبيرة جدا يا بنات، لان انا حاولت كذا مرة ان يكون عندي في الاوضة عندي لما كنت في مصر يكون عندي نباتات جوه اوضة النوم بتاعتي او في شقتي، بس كان صراحة صعب لان بسافر وبروح وباجي فكنتش بعرف اخد بالي منها. بس لو انت ملتزمة ان انت بتقعدي في مكان واحد، انصحك ان يكون عندك نباتات جوه اوضتك. في نباتات طبعا بتبقى في البيت وفي نباتات خارجية. ويلا بينا نقوم دلوقتي نشرب تاني كوباية مية عشان نروي جسمنا، لان طبعا جسمنا ملي مصنوع من المية، من 50-60% من جسمنا هو عبارة عن مية، فطبعا لازم من كل ساعة كده نبدأ نشرب مية كوباية الكوبايتين على قد ما تقدر. خلصت الروتين الصباحي بتاعي وده وقت الشغل الاونلاين بتاعي. انا بدرب يوجا اونلاين، انا يوجا تيتشر 500 ساعة درست في مدرسة اليوجا في بالي السنة اللي فاتت، ودلوقتي عندي جروب بنات بدربهم اونلاين، ويعني بصراحة انا مبسوطة جدا بالنتيجة بتاعتهم والتزامهم معايا، لان اليوجا من الحاجات اللي غيرت لي حياتي وخلتني اساعد البنات ان هما كمان يغيروا من حياتهم. علمتهم حاجات كتيرة جدا وهم مبسوطين بالحاجات اللي انا علمتها لهم، من تمارين تنفس، تمارين احماء، تمارين شديدة التحمل، والكولينج داون اللي في اخر السيشن بتاعت اليوجا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكو. تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اسئلتكو، ولو عندكو اي حاجة حابين تستفسروا عنها او تحجزوا معايا يوجا سيشن ابعتوا لي على الانستجرام، ودايما برد عليكم وبحب اتعرف عليكم ان بيرسون. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتعملي له فولو وتبعتوا لي قلوب كتير عشان اتعرف عليكم. وطبعا القلوب والكلام الحلو اللي انتوا بتبعتوا لي في الكومنتات ده بيشجعني ان اكمل الفيديوهات دي، وطبعا ارائكم اللي بتكتبها لي دايما بحطها بعين الاعتبار، ودايما بركز ان اعمل لكم فيديوهات تزود من الانتاجيه بتاعتكم وتزود من ثقتكم والمايند سيت، واديكم دايما بوزيتيف فايبس تساعدكم ان انتوا تكملوا حياتكم بجوده اعلى. اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. باي باي.